نقولوا الجلفات، الفكاويات ما راحش النشاطات تبعكم عاده في الشفا بين كان لي الشرف بالتواصل والالتقاء مع عدة جمعيات ناشطة في ولاية الجلفة. الهدف من الزيارة هو التعريف ببرنامج المنح المصغرة في الجزائر. برنامج المنح المصغرة عنده استراتيجية الحالية على المستوى الوطني هو العمل بطريقة كبيرة في المناطق السهلية، يعني الأولوية ترجع تعود للمناطق السهلية.